البيت، بس طبعا الامكانيه في البدايه مش مساعده ان انا اجيب عندي محل على طول. قررت ان انا ابدا بحاجه بسيطه بدل ما انا نفسي في حاجه او حلم قدامي مش عارفه اوصل له، لا هبدا عادي من الصفر. وقررت ان انا انزل في الشارع وكده بيها الكب كيك لحد ما ان شاء الله يكون عندي محل. اول مره خالص نزلت فيها هو انا كنت نازله اصلا يوم خميس في اخر الاسبوع، انا قررت ان انا هنزل، نزلت على طول تاني يوم على طول نزلت. كنت نازله يا دوب 20 واحده، عامله حسابي ان انا عادي حتى لو ما بعتش ولا واحده مش هتضايق، يعني انا نازله بس لمجرد ان انا اكسر الحاجز اللي جوايا وانزل. واللي حصل كان عكس المتوقع خالص، ان انا رجعت البيت من غير ولا واحده، يعني الحمد لله بعت كله. فالموضوع ده طبعا يعني اداني جوايا طاقه ان انا افضل مكمله. انا بنزل الشغل مثلا قدام الجامعه من 1 لـ5، بقوم مروحه ابدا على طول في تجهيز الحاجات لحد الساعة 5 الصبح، يا دوب انام شوية بعدين اصحى اخد الحاجات وانزل. دراسة يعني هو طبعا ما حدش بياخد كل حاجة، فانا مهتمة اكتر بموضوع الشغل، ف يعني انا مقصرة شوية في الدراسة، بس في اوقات الامتحانات بوقف قبلها شغل بشوية علشان يعني اذاكر وكده بعدين اروح على الامتحان. بالنسبة للديزاين وكده هو انا اللي اخترته، يعني انا وانا بجرب فضلت اعمل كذا شكل وكده لحد ما ثبتت شكل معين. وطبعا لازم الحاجات تكون معلبة وكده علشان يعني ده أكل لازم يكون معلب. في الكبير حجمه 10 أي طعم، عندي 11 طعم، والصغير بيبقى فيه 6 صغيرين في بوكس ده ب15. شوكليت وفانيليا وكراميل بلو بيري وبلاك بيري وفراولة وريد فيلفت وموكا وأوريو ووايت شوكليت ونوتيلا. هو أصلا أهلي هم اللي قالوا لي الفكرة وهم اللي شجعوني إن أنا أنزل. نفسي إن أنا يكون إن شاء الله عندي محل بعد الخطوة دي. وبالنسبه لشكله يعني عايزاه يكون مش كبير ولا حاجه، يبقى صغير عادي وبسيط جدا، بس فكره بقى ان انا اقدم الحاجه بشكل حلو.